استأنف كبار مساعد زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية الأحد محادثات بعد أن أجروا مفاوضات خلال الليل سعيا لتخفيف حدة التوتر الذي دفع شبه الجزيرة إلى شفا صراع مسلح. وبدأ الاجتماع في قرية بانمونغوم داخل المنطقة منزوعة السلاح ليلة السبت عقب انتهاء مهلة حددتها بيونغ يانغ للسول لوقف بث الدعاية المناهضة لها، وإلا ستواجه عملا عسكريا. وانتهى الاجتماع فجر الأحد. وقالت الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان مقتضب إن المبعوثين أجروا مشاورات بشأن كيفية إنهاء التوتر وتحسين العلاقات، ومن المقرر استئناف المحادثات في الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأفاد مواطنون في سول أنهم يأملون أن تسفر المحادثات بين كبار مساعدي زعيمي الكوريتين عن تهدئة التوترات بين البلدين. وقال التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية الأحد إن نحو مليون شاب وفتاة وقعوا التماسات للانضمام إلى الجيش وسط التوترات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية. وبدأت التوترات الحالية أوائل الشهر الحالي حين أصيب جنديان من كوريا الجنوبية عندما انفجرت ألغام على الحدود وتنفي بيونغ يانغ زرع ألغام. وبعد ذلك بأيام بدأت سول بث الدعاية من مكبرات للصوت لتلجأ بذلك لأسلوب توقف الجانبان عن استخدامه عام 2004. وزادت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد تبادل لإطلاق قذائف المدفعية الخميس، مما دفع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ إلى توجيه دعوات للتهدئة. وما زالت كوريا الشمالية في حالة حرب من الناحية الرسمية مع كوريا الجنوبية بعد انتهاء الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام. محمد الجبالي، رويترز.